تفضل أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سعادة الرئيس، حضرات الزملاء والزميلات، دولة رئيس الوزراء الأفخم، أصحاب المعالي المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا أذكر بموقف سيد البلاد صقر بني هاشم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على موقفه المشرف اتجاه غزة وإرسال المساعدات جواً، وشرف على الإنزال ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كاسراً الحصار الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني شاركت سمو الأميرة سلمى، وهذا يدل على حرص الهاشميين على موقفهم الصلب اتجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة، وستبقى تحت الوصاية الهاشمية كما أكدت مولاتي جلالة الملكة رانيا العبد الله مخاطب الرأي العام كاشف جرائم الاحتلال بحق المدنيين منهم النساء والأطفال. ولا ننسى دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومعالي وزير الخارجية ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب والقوات المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية والشعب الأردني، مؤكدين دعمهم لموقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. ولا ننسى أن نشكر اللجنة المالية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وحضوره معظم الاجتماعات، والدور البارز لسعادة النائب نمر سليحات رئيس اللجنة المالية، حيث قام بتدقيق الموازنة لكافة الوزارات بكل دراية وحرفية. قال ليش احنا بنحب زهير؟ والله لازم كل الناس تحبه. كمل ابو فراس. اما بخصوص الموازنة فانني اطلب واشدد على ما يلي: التجنيد المستمر في القوات المسلحة الأردنية وبعدالة، يعني محافظة إربد دولة الرئيس تضم 9 ألوية، فيجب أنه أخذ عين الاعتبار بعدد التخصيص للتجنيد العسكري والتجنيد في الأجهزة الأمنية والتوظيف على الفئة الثالثة في وزارة التربية والصحة والزراعة والإشغال والبلديات. دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، دعم موظفي الدولة المدنيين المتقاعدين والعاملين، أما بخصوص مطالب الشخصية، دولة الرئيس طريق الحزام الدائري ينهي الأزمة المريرية في 4 محافظات، وأنت ابن أحد هذه المحافظات والتسع ألوية، فنرجو أن نأخذ بعين الاعتبار دولة الرئيس والإسراع في تكملة المرحلة الثالثة والرابعة. مركز صحي فوعرة والقرى المجاورة، هناك مقام بناء 300 متر. اسمع ابو فراس، تقدر انت الطلبات المناطقيه تسلمها للامانه العامه، وهلا شوي شوي احكي. في 300 متر مقام، بالمقابل بنلغي 4 مراكز صحيه، بنوفر على الدوله 4 مراكز صحيه.
البناء جاهز وكشف عليه وزير الصحة. الصرف الصحي المنطقة انسيابية ليست بحاجة إلى رفع وتبعد عن المحطة نصف كيلو فقط. جميع القرى المجاورة تم تمديد المركز الصحي إلى الصرف الصحي ما عدا منطقة فوعرة حور صعرة تقبل أم الجدايل تبعد نصف كيلو عن المحطة التصحيح. دعم الإعفاءات الطبية، دعم المنح التعليمية لجميع الطلاب. هناك ملاحظة أحب أن أضعها أمام دولة رئيس الوزراء بأن جامعة اليرموك وجامعة العلوم هن أكثر الجامعات ببعثوا إليهن المبتعثين، لأنه هاي مدينة إربد معظم أبنائها بالقوات المسلحة والتربية والتعليم والصحة، فبيبتعثوا من الجيش أكثر عدد ممكن لهاي الجامعات. فبدنا من معالي وزير التعليم العالي أخذ الأمر بالعناية ودعم هؤلاء الجامعتين، جامعة العلوم وجامعة اليرموك. حمى الله الأردن ملكا وولي العهد وجلالة الملكة رانيا وحكومتنا المميزة والشعب الأردني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. الله يعطيك ألف عافية أبو فراس. سعادة.